قبول احمد فتحي انه صلاح ياخد الشاره دلوقتي ووقتها وقت جهازه كان مختلف شويه او كان عنده تحفظات، تفسر بيه انه كان مختلف وقتها ودلوقتي تمام بالنسبه له؟ لا انا مش انا اللي فسر، هو اللي فسر. يعني هو اللي فسر، يعني هل في اختلاف؟ ما كانش في اختلاف. اتعرض عليه الموضوع ازاي، شكل العرض ازاي، اتكلم ازاي معاه. يعني انا وكان واحد في الجهاز ما يعني ما كنتش اعرف كواليس الموضوع الدار ازاي، او اتعرض على احمد فتحي ازاي، او اتكلموا معاه ازاي. بس يعني باختصار يعني، انما هل القبول والرفض دي بتاعته هو مش انا اللي اجاوب عليه؟ عارف كابتن احمد وانا قاعد معاك دلوقتي وانت بتقول لي انا ما اعرفش الكواليس، ما اعرفش. لا لا بجد والله، لا اكيد اكيد يعني في امور، يعني في امور في امور ممكن ما تتكلمش فيها، بس في امور تخص مثلا المدير الفني ومدير الكوره، ماشي تمام. وفي مدير، وفي امور تبقى في المطلق في الجهاز كله يعني، فاهم؟ فموضوع الشاره ده انا في كواليسه بالظبط ما اعرفهاش. يعني انا يعني كان في كان معلن يعني، كان معلن ان احمد فتحي، بس كواليسها كواليس ايه اللي حصل بين مثلا كابتن حسام وبركات واحمد فتحي دي انا ما اعرفهاش بامانه يعني. انت بقى كنت شايف انه محمد صلاح ياخد الشاره؟ يعني محمد صلاح طبعا قيمه كبيره والطبيعي انه ياخد الشاره يعني، الطبيعي طبيعي ناخد الشارع. في خلاف، واحد يقول لك لا ادي اللاعب القديم، وواحد يقول لك لا ادي النجم بتاع الفريق. انت من اني مدرسه؟ انا من اني مدرسه؟ انا لما اروح مثلا على كده في العالم كله فيها خلاف. تمام يعني في العالم كله فيها خلاف. في انديه اقدميه صح، وفي انديه المدير الفني اللي بيختار صح. فاحنا هنا في مصر لازلنا بن ماشيين بالاقدميه. ولكن جه في وقت من الاوقات ان قيمه محمد صلاح انه لعيب يعني احسن لعيب في العالم دلوقتي، حقه ان يكون موجود يلبس شارة كابتن منتخب مصر، دي مهمه جدا طبعا. كان وقتها في خلاف كمان على مين رقم 2 ومين رقم 3 ومين رقم 4، عشان كان لا ما كانش في الاعلام انه في خلاف. لا ما كانش في خلاف. لا طيب قبل ما اسيب، خلي بالك من يعني برضو كل حاجه كانت بتتصور في الاعلام، مش كل الموضوعات كانت حقيقيه بنسبه كبيره يعني، فكان في موضوعات كتير بتختلق يعني وتسرب او يعني تسرب او توجه لمصلحه حد يعني. هو توجه لصالح مع حد يعني مين؟ يعني حد مثلا اعلامي مش عارف ياخد معلومه من داخل المنتخب يعمل موضوع كده يعني. بس دي وقتها كابتن احمد المعلومات كانت سهله، المعلومات كانت سهله يعني، اقصد مش شرط منك يعني، مش قصدي انا اقصد انه انت عارف وانا عارف انه كان معظم او 90% من المعلومات اللي كانت بتبقى موجوده في الاعلام هي كانت بتسرب من جوه يعني، في سواء لاعبين او حتى حد من تمام يعني كل واحد حسب. هو دايما يتقال لك اصل الاعلام هو اللي عمل الازمه او عمل المشكله او تمام. انا بتجيلي المعلومه. لا ما انت مين اللي قال لك المعلومه صح؟ ما ممكن حتى ما هو ممكن اللي بيسرب لك المعلومه دي بيقول لك معلومه مش صح. ما هو انت عاوز منه معلومه وهو عاوز يرضيك، هو مش شرط يقول لك حاجه صح يعني. ليه واخد ان المعلومه لازم تكون صح يعني؟ انت يعني حد ضلل يعني، يعني واحد ليه عشم في سين فدايما بياخد منه معلومه، فخلاص هو مش قادر ياخد منه معلومه دلوقتي، فهو مش قادر يقول له ان مش هديك معلومه او ما عنديش معلومه. طيب ممكن يقول له معلومه مش فيك يعني.